أرجو منكم أن يسحب من هذه اللحظة لقب الفخامة. الجزائر الجديدة لن تسمح بعودة ممارسات عبادة الأشخاص والتزلف إليهم والتمسح على الكادر. بعض المغامرين لا يزالون يصرون على العودة بقطار الجزائر الجديدة إلى الخلف كلما حان موعد انتخابي أو أعلن الرئيس تبون عن قرارات سياسية مصيرية تهم البلد. هؤلاء المراهقون السياسيون لا يكترثون لحجم التكاليف الباهظة التي قدمها الرئيس تبون والإنجازات التي حققها من أجل القطيعة مع عهد بائد كان يقتات على الممارسات البالية في سبيل الحفاظ على بقائه. مصادر مطلعة كشفت أن السلطات العليا في البلاد غير راضية عن بعض المشاهد المستفزة والمقززة التي طفت إلى السطح في الآونة الأخيرة في محاولة إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. من يرفعون صور الرئيس بطريقة منفرة يسعون إلى التسلق على ظهر إنجازاته من أجل الوصول إلى مآرب شخصية ضيقة دون ما اعتبار للإنعكاسات الكارثية على رصيده السياسي والدبلوماسي والتنموي والاقتصادي الكبير. رئيس الجمهورية منذ أن كان مرشحا لانتخابات 12 ديسمبر 2019 أكد على أنه لا ينتمي لأي تيار سياسي، وبعد أن ألغى لقب الفخامة فإن الجزائر لن تعود إلى ممارسات عملت على إهانة الشعب الجزائري. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.